Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم فقط لو ديالوغ ديال هاد لا لوسون دو لا كومونيكاسيون اي اك دو لونغاج بور لي سيمين 4 اي 5 توجور دون لا بروميير يونيتي لي سيفيليزاسيون يونيفرسيل. بالنسبة للكتاب المتعلم والمتعلمة ميز ابرونتيساج اون فرونسي 6ام اني دو لونسينيمون بريمير. إذا لو ديالوغ هو هذا غادي نحاول نقراه لكم وغادي نشرح لكم اون ناغ دونك كومونيكاسيون اي اكت دو لونغاج لا بروميير يونيتي سيمين 4 اي 5 ديكريغ ان باتريمون يونيفرسيل يعني وصف واحد الموروث العالمي او بيان اون اوفر يونيفرسيل لي بيرسوناج اللي عندي هما شيرين وكريمه وفريد جو في فو لير لو ديالوغ سويف افيك مو سي فو بلي Chérine, Karima, tu y es partie à Ouerzazet pendant les vacances? Chérine, qu'est-ce que tu veux Karima? Qu'est-ce que tu veux Karima? M'chit, tu es à Ouerzazet, tu fais de l'autre? Karima, oui, j'y étais. Oui, m'chit. Et j'ai visité une très belle kasba. Ozort, ouahd l'kasba, li y a Ouer. Pas loin de cette ville. Ma b'idash, elle a la ville. Yani, ma b'idash, elle a Ouerzazet. C'est la kasba Ait Ben Haddou. Il y a la kasba de Ait Ben Haddou. D'abord, Farid va dire comment est cette kasba? Qu'est-ce que la kasba? Karima va répondre. Le site d'Ait Ben Haddou est le plus célèbre des ksour de la vallée de Onila. D'abord, Karima va dire que le site, il y a le mawqa de Ait Ben Haddou, est l'achar ksour qui est à la tol l'ouadi de Onila. Ryan? Ensuite, Ryan, personnage de Roi. Donc, on a quatre personnages. Ryan, décris-nous cette kasba. Sauf Nahad al-Kasaba. Karima va répondre. C'est un village qui se présente comme un ensemble de maisons en terre entourées de morais. Ouahad al-village, fait Mjmouhamed Dior, les Msaoubin Bittra, entouré Mdourin, les morais. Morais, Houma. الاسوار داكوغ ولا الجدران لي زونتري سون اورني الدخلات ديال هاد القصبه سون اورني يعني مزينين دو ماجيستيوز بورت يعني ابواب اللي هي مهيبه يعني زوينه بزاف اون بوا سكولبتي يعني من الخشب المنقوش مزينه بداك الخشب المنقوش رايان اي كومون سون لي زابيتون كيفاش هما السكان ديال هاد البلاصه كاريما اي سون شالوغو يعني هما كيستقبلوا بحراره اي تري اكويون يعني كيستقبلوا الناس وكيفرحوا في وجههم وكيضحكوا في وجههم سورتو كي دون لابيتود دو ريسيفوار بليزيور توريست وبالخصوص الناس اللي عنده اللي عادي انهم يستقبلوا بزاف ديال لي توريست يعني الزوار شيرين بوركوا تو ا شوازي دو فيزيتي سيت ميرفيوز كاسبه علاش اخترتي انك تمشي وتزور هاد القصبه الرائعه كريمه لا كاسابا دايت بن حدو في بارتي دو باتريمون يونيفرسيل القصبه ديال ايت بن حدو راها كاينه ضمن لو باتريمون اللي هو الموروث العالمي لوكسار القصر اي تان تيب دابيتا تراديسيونيل هو واحد النوع ديال المسكن اللي هو تقليدي اي جي تي كوريوز دو ديكوفرير سو ليو مانيفيك وانا تانا كنحس بالغرابه انني زرت هاد المكان الرائع داكوغ فاغيد وي كريمة سيت كاسبا اوسي ان ليو روكوني انترناسيونالمون بور سي تورناج سينيماتوغرافيك قال له نعم كريمة هاد الكاسبا حتى هو كتعتبر واحد المكان معروف عالميا روكوني انترناسيونالمون معروف حيت كيديرو فيه تورناج كيديرو فيه تصوير سينمائي سينيماتو غرافيك داكوغ التصوير السينمائي ديال اشهر المسلسلات والافلام العالميه داكوغ دونك وبهذا غادي نكون كملت هاد لا فيديو ديال اليوم اللي كان فقط درت فيه معكم لو ديالوغ ديال لا كومونيكاسيون اك دو لونغاج سومين 4 اي 5 ديكريغ ان باتريمون يونيفرسيل او اون اوفر يونيفرسيل كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته